وانضم إلينا فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ بعد التحية، دعنا نتحدث عما أشار إليه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أن تصحيح الخطاب الديني مسؤولية تضامنية وتشاركية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع. دعنا نتحدث عن آليات تنفيذ هذا الأمر. نعم، اليوم كان احتفال المولد النبوي الشريف وبحضوره فخامة السيد رئيس الجمهورية وفضيلة الإمام الأكبر وجميع أعضاء الحكومة المصرية والقيادات الشرفية والقوات المسلحة الحقيقة والسادة الدعاة والأئمة من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف. كانت احتفالية مبهجة تعكس واقع مصر الإسلامي والمنضبط بضوابط الشرع الحنيف والالتزام بالوثائق الدينية. ما فخامة السيد رئيس الجمهورية يدق اليوم أيضا على تجديد الخطاب الديني وينادي به أيضا من أجل الوسطية ومن أجل الوصول إلى قمة الوسطية في الخطاب الديني، وقال أنه مسؤولية تضامنية مشتركة بين جميع أفراد مؤسسات الدولة المصرية، سواء كانت وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي، وزارة الأوقاف، الأزهر الشريف بمؤسساته الدينية، دار الإفتاء المصرية، جميع مؤسسات الدولة من المفترض أن تعمل في مضمار واحد في الارتقاء بالخطاب الديني وتعميقه وتجديره في واقع الشعب المصري، حتى نعطي نموذج للعالم كله، حتى ينظر إلينا العالم كله نظرة الإسلام كما جاء في من الرعيل الأول، وكما عشنا في يعني فترات ثلاثة قرون الأولى من الإسلام وهي أزهى عصور الإسلام. نريد أن نعود إلى هذه العصور حتى نعطي نموذج مشرف للعالم كله. وكما كانت في الكلمات أيضا من وزير الأوقاف الكلمة التي تعرج على أنه لن يحترم العالم ديننا ودنيانا إلا إذا يعني تفوقنا في ديننا وتفوقنا أيضا في دنيانا، عندئذ يحترم الآخر ديننا ودنيانا. نعم، وهذه ليست المرة الأولى التي يعني يتحدث فيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا الأمر. إذا سريعا فضيلة الشيخ، يعني دعنا نأخذ بعض الأمثلة عن آليات تنفيذ هذا الأمر، وخاصة أن الحديث عن هذا الموضوع هو ليس بجديد، بل بالعكس يعني كثيرا ما نادى به سيادة الرئيس. كثير ما نادى به، ولكن هناك تطور نوعي وملحوظ لدى الشارع المصري من انضباط الخطاب الديني. ناهيك عما كنا عليه في أعقاب 2013 وما قبلها وما كان في أحداث يناير وما بعدها، كانت هناك يعني خطاب مترهل، خطاب ديني غير منضبط بضوابط الشارع، خطاب ديني عنصري في عدم قبول الآخر، فيه عنصرية، فيه دعوة للتطرف، فيه شرعنة لبعض مظاهر العنف والتطرف. الآن أصبح الخطاب الديني يعني منضبط بضوابط الشرع الحنيف، فيه احترام، فيه انضباط، فيه القواعد الأصولية تطبق فيه تماما. أعتقد ما يشعر به الشارع المصري من هدوء وأمن وأمان يوم الجمعة وفي أعقاب كل الصلوات وفي الفكر الإسلامي المستنير، أعتقد دليل نحن نسير على خطى ثابتة نحو تجديد وتطوير الخطاب الديني. ولكن فخامة السيد رئيس الجمهورية يريد منا المزيد، أن نعمق ونجزر في الأجيال التي ستأتي بعد ذلك، وأن نكون يعني نافذة خير للعالم كله، ننشر الوعي وننشر الإسلام الصحيح في ربوع العالم كله. نعم، فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، جزيل الشكر لحضرتك.